ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب. الفترة الأخيرة عمالين نسمع عن فيروسات كتير، شوية بيقولوا جدري القرود وشوية يقولوا فيروس أوروبوش وشوية متحورات جديدة، وطبعا المشكلة في كل ده إننا خلاص تقريبا بدأنا الدراسة، وطبعا ده بيخلي كل أم قلقانة على أولادها، خصوصا الأطفال الصغيرين اللي لسه داخلين مدرسة لأول مرة أو حتى لسه سنهم صغير ومش بيعرفوا إن هم ياخدوا بالهم من نفسهم. وبيكون أكبر سؤال بيشغل بال أي أم هو إزاي أحمي أولادي بشكل عام من الأمراض المعدية والفيروسات. ولأن الموضوع مهم جدا هيكون معنا دلوقتي الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة. إزيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بك يا ريهام. هنا حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله تمام. في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه هي الأمراض اللي المفروض نخاف على أولادنا منها في فترة الدراسة وكمان الشتاء وتغيير الجو؟ حلوة قوي السؤال وبداية ممتازة. خليني أقسم مع حضرتك الموضوع لنقطتين مهمين. اتفضل. دايما في مدخل الدراسة وموسم الخريف بينشط عندنا بعض الفيروسات التنفسية، أشهرها وأهمها واللي بيضايقنا كتير قوي فيروس اسمه التنفسي المخلوي. فيروس احنا ما بنحبوش وبيعمل أدوار شديدة شوية خصوصا في الأطفال صغار السن، الأطفال اللي عمرهم قليل أقل من عمر 6 سنوات. الفيروس ده بيبقى ليه موسم نشاط في الوقت ده، إضافة إلى برضو مش محتاجين إن احنا ننسى إطلاقا بعض الفيروسات المهمة جدا اللي بتنشط برضو في الوقت ده اللي على رأسها فيروس الإنفلونزا. أيوة طبعا. مهم جدا نبقى فاهمين إن احنا دلوقتي توطن معانا فيروس كورونا، يعني واحد طبعا من فيروسات البرد العادية اللي احنا هنمر بيها كل سنة، خلاص مش هينفع إن احنا ننسى. فقدام النشاط اللي احنا شايفينه من الجهة التانية خلينا نتفق ان هم كفتين، كفة فيروسات وبكتيريا وفطريات وطفيليات، في قدامهم كفة تانية هي جهاز المناعة او الجيش الرباني اللي ربنا خلقهن. فهل الفيروسات والبكتيريا ليهم نشاطات؟ ليهم نشاطات، وقدامهم كفة مهمة جدا هو الجيش. فاحنا يا اما هنعد الجيش مناعتنا، يا اما اعدائنا اللي هم الفيروسات والبكتيريا هيكون ليهم القوه والقدره على احداث العدوى واحداث المرض بكل عوارضه. اوكي. هل ادويه المناعه بيكون ليها دور مهم في حمايتهم؟ بناكد تاني ان بنرجع دايما ناكد في كل مره ان اهم من اي دواء هي التغذيه السليمه. دايما بننصح الامهات في الموسم ده بالذات، ونرجو طبعا ان الموضوع ده يتحول الى يقين وقدره وتطبيق، ان احنا نبتعد تماما عن اي حاجه ما دون التغذيه السليمه. ولما انا اكد على التغذيه السليمه دي يعني نعود اولادنا على الابتعاد على الحاجه اللي موجوده في علبه او كيس، المعلبات بشكل عام. مفهوم. الوجبات السريعه بشكل خاص. بقى عندنا في اطفال بينمو دلوقتي حياته كلها وعايش على الوجبات السريعه او الاكل من بره البيت. طبق السلطة ما بقاش موجود، والمشروبات الصحية السليمة ما بقاش موجودة، وبقى البديل بتاعها في البيوت كتير جدا المياه الغازية للأسف. فهل الأدوية هي الاختيار الأمثل؟ الإجابة قطعا لا، التغذية السليمة هو الاختيار الأمثل. أوكي. طيب حضرتك شايف إيه موضوع الحقنة بتاعت الإنفلونزا اللي احنا بناخدها المفروض في شهر 9؟ هل هي ضرورية وهل هي ضرورية للأطفال ولا لا؟ لقاح الانفلونزا الموسمي احنا بنضطر ان احنا نجبر عليه بعض الفئات العمرية اللي عندها مشاكل او امراض مناعة او امراض نقص المناعة او خلل مناعي معين، لكن في حالة ان احنا تمام سلام كويسين ما عندناش اجبار على ضرورة اخذ هذا اللقاح. خلينا نتفق مع بعض ان مش معنى ان احنا اخذنا اللقاح السنة اللي فاتت ولا قبلها فانت محصن طول عمرك، لا، لقاح الانفلونزا بيعاد إعداده كل عام غير العام الذي سبقه وغير العام الذي سيليه، لأن لقاح الإنفلونزا بيتم تحضيره بناء على الفصائل اللي موجودة متداولة في الوقت ده، فبيتم إعداد اللقاح في كل عام. فخلينا نتفق إن هل في ضرورة لأخذ اللقاح؟ فالإجابة لا. وخلينا نتفق إن إجبارية أخذه للناس أصحاب الأمراض المزمنة ضعيف المناعة. تمام. طيب بالنسبة للأمراض الجلدية زي الجدري، نقدر ازاي نعمل حاجة نحمي بيها الطفل؟ الجدري انتهى، جدري القرود ده الموجة الجديدة، له نشاط وله ظهور وظهر في بعض البلاد العربية زي المملكة المغربية زي المملكة الأردنية الهاشمية، وبقينا بنشوف بعض الدول بتسجل عنه بعض التقارير. خلينا نتفق مع بعض ان هو بحكم انه فيروس تلامسي
نأكد تاني إن هو فيروس تلامس، يعني محتاج جلد بيلامس الجلد لفترة زمنية طويلة، ده الأصل والأساس. خلينا نتفق وننصح الأمهات إن دخول دورات المياه للأطفال في المدارس هيبقى أحسن حاجة، التواليت سيتس أو غطاء دورات المياه يبقى موجود في شنطة ابنك أو بنتك قبل ما يروح المدرسة في الوقت الحالي. ده مهم جدا، أحد طرق الحماية ضد هذا الفيروس. بنأكد تاني إن هيبقى أفضل طرق الوقاية الشخصية هو استخدام كل ما له علاقة بالتغطية في الحمامات العامة، واحنا بنتكلم عن المدارس، ما فيش حاجة اسمها شرب المية العادية اللي موجودة في الحنفيات والملامسة بتاعتها عادي، خلي ابنك يبقى ماشي مع ازازة المية بتاعته او اي حاجة يبقى فيها السوائل اللي هو هيتناولها. دكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة، بشكر حضرتك جدا على المداخلة.